الأولى ومحاولة سريعة. الله مع النشاط يظهر حمد إبراهيم، مع النشاط يظهر العربي بهدف أول في المباراة، هدف أول يأتي في الدقيقة 30، لاعب من الرقم 7 من اللاعب حمد إبراهيم الذي يضيف إلى رصيده مع نادي العربي، لعب مع نادي العربي بالأهداف الأربعة اللي سجلها من قبل ويصل إلى رصيد 5 أهداف مع العربي. شوف الانطلاقة، شوف الكرة الأمامية، شوف الخطأ الدفاعي، هوب في الجول، هوب في الجول، جول 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 لمصلحة نادي العربي. العربي والكرة الماضية، الجيواني بالهدف الأول، أول الأهداف الحاضرة، أول الكرات في الشباك، تهتز شباك جمال حسن في اللقطة الماضية. جلمار والكرة جول لمصلحة جمال حسن عن طريق جلمار، عن طريق الهداف، هدافهم يسجل، كابتنهم جابها في المرمى، وهدف أول لدبل حصن هو هدف التعادل. عادوا من جديد، عادوا إلى نقطة البداية، عادوا إلى ما كانوا عليه. نعم مكانتهم بالتأكيد، مكانتهم لا تسمح لهم بأن يخفقوا في نقاط المباراة. دبل حسن يعود عن طريق كابتن رضا حنيوي والمحاولة، رضا يلعب الكرة أمامية خطيرة. الله جول بالبولينج، بولينج في الدقيقة الأخيرة، في الدقيقة الأخيرة دبل حسن بالهدف الثاني، الثاني 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 يأتي في الدقيقة الأخيرة. سووها عيال طارق، سووها، سووها عيال دبل حسن في الدقيقة الأخيرة. الثاني يأتي يا حبايب، الثاني يأتي يا مشاهد يا متابع، الثاني يأتي يا عزيزي يا عزيزي. طارق عبد الحليم، شوف الكرة فيها شيء ولا لا؟ والله ما فيها شيء، ما فيها شيء، ما فيها شيء. هوب في الجول، هوب في الجول من بولينج ديمبل، من بولينج ديمبل يضرب دبل حسن بهدف ثاني، ثاني يطرق أبواب العربي في الدقيقة الأخيرة. يا الله أو إله من جول، يا الله على الكرة، كرة الهدف الثاني، هدف الثلاث نقاط.